ما أقعدهم المرض ولا حجبهم العمى عن أن يبصروا طريقهم واضحاً على منارات دم شهداء انتفاضة تشرين. المكفوفون وذوو الاحتياجات الخاصة حضروا بقوة في التظاهرات مرددين هتافات ضد النظام والأحزاب الفاسدة. شريحة حال المجتمع يعني هم مطالبة بالحقوق، بس أكثر شيء احنا دائما نوقف وقفات احتجاجية سابقة وقفنا، هل هاي الوقفة تختلف وقفتنا الاحتجاجية مساندة وي شرائح المجتمع البقية اللي بغداد باقي المحافظات، احنا هسه بالبصرة يعني نطالب بحقوق الشعب العراقي بصورة عامة ومساندة لحقوق الشعب العراقي. في مدينة البصرة تجمع ذوو الاحتياجات الخاصة والمكفوفون في ساحات الحرية يدا بيد مع إخوانهم المتظاهرين، وكلهم عزيمة على ألا يغادروا ميادين الانتفاضة حتى تحقيق مطالبهم. اليوم احنا كمكفوفين وكمعاقين وكظروف صعبة جاي نطلع من أجل هذا البلد، من أجل الشهداء، من أجل كل قطرة الدم ساعد، من أجل راجع الحقوق. احنا ما نريد شيء، احنا نريد حقوقنا كمواطنين، نريد حقوقنا كإنسان. شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرها من شرائح المجتمع العراقي عانت من الظلم الحكومي والتهميش والإهمال، حيث مراكز رعايتهم تشكو غياب الخدمات ويواجهون صعوبة لا مثيل لها في إكمال التعليم أو إيجاد دوافع تنمي مهاراتهم وتحولهم إلى منتجين في هذا البلد. خروجنا اليوم كشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة هو لدعم إخواننا المتظاهرين من أبناء البصرة البيحاء وإسنادهم والمطالبة بدماء الشهداء التي سالت بدون ذنب. ولا تزال انتفاضة تشرين تقدم صورا شتى ومواقف مشرقة عن توحد الشعب العراقي وائتلافه حول هدف محوري يتمثل في استعادة الوطن من أنياب الفاسدين وداعميهم.